تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن الرسول. إذا قال الإنسان وهو يمازح الزوجة أنت طالق، ولكنه يقول لا أريد الطلاق، إذا تلفظ بالطلاق وقع، إلا إن كان زائل العقل. إذا كان زائل العقل أو غضبان شديد الغضب لا يتصور ما يقول من شدة الغضب، وأما إذا كان عنده عقل فإن التلفظ بالطلاق يقع ولو كان مازحا أو هازلا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.